المخبرة يكون خلع الحذاء في المخبرة علما بأنها ليس السلام عليكم. ما يعني السائل في هذا السؤال؟ السائل موجود هنا؟ نعم. أما أنها نجسة ما هي؟ خلع المقبرة يعني. شو توصل بالسؤال يعني؟ أنت تقول خلع الحذاء في المقبرة علما بأنها نجسة، هذا كلام مشتم، هذا مبتدا، الخبر شو هو؟ يعني مثلا ما حكمه؟ شو توصل بالتعليم بالتعليم بأنها نجسة؟ المخبرة نجسة؟ السؤال المخبرة نجسة ولا لا؟ هل يجب الخلع في الحذاء؟ هل السائل نفسه يوضع بفكرته؟ هل يجب الخلع في الحذاء؟ هذا السؤال؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب نعم، وليس للمسألة علاقة بكون المقبرة نجسة أو ليست بنجسة، لأن الحكم أي حكم خلع النعلين من الذي يريد أن يمشي في المقبرة لم يأتي من ملاحظة تكون المقبرة نجسة أو طاهرة، وإنما بملاحظة احترام موتى المسلمين. فجاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في المقبرة بنعليه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتيتين اخلع نعليك. فسواء مشى الإنسان بنعليه أو بخفيه أو بقدميه الحافيين، فالمقبرة هي مقبرة سواء كانت أرضها طائرة أو نجسة. فهذه مسألة أي كون المقبرة نجسة أو طائرة ليس لها علاقة بهذا الحكم. كل ما في الأمر أن نهي الرسول عليه السلام أن يمشي المسلم بن عليه في المقابر مقابر المسلمين، كان نهيه عن الجلوس على هذه المقابر، حيث جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لا تجلسوا على القبور لما فيها من الإهانة لها، ولا تصلوا إليها لما فيها من التقديس والتعظيم لها تعظيما خارجا عن حدود الإسلام. وهذا كله أي سواء النهي عن الجلوس على القبر أو النهي عن استقبال القبر بالصلاة، كذلك المشي بين القبور في النعال، كل هذه الأحكام ليس لها علاقة بطهارة المقبرة أو نجاستها، وإنما هي أحكام مستقلة منفصلة تمام الانفصال عن ملاحظة كون المقبرة نجسة أو طاهرة. لا تصلوا إليها مش لأنها نجسة، وإنما لأنه فيه تعظيم للقبر أكثر من اللازم. ولا تجلسوا عليها مش لأنها نجسة، وإنما لأنه فيها إهانة لها. الإسلام جاء بالأمر الوسط ويأمر باحترام قبور المسلمين، لكن احتراما لا يصل بهم إلى تعظيمها تعظيما يجاوز به حد الشرع. كذلك النهي أن يمشي في المقبرة في النعلين ليس لذلك علاقة بكون المقبرة طاهرة أو نجسة. على أنه بعد هذا الجواب نقول: لا يجوز الحكم على أرض المقبرة بالنجاسة،
لأن أرض المخورة هي فوق القبر، والقبر وما يخرج منه من صديد ومن قيح ومن غير ذلك من الأمور المستخدرة أو النجسة هي في الأسفل وليست في الأعلى. وسطح القبر المخورة معرض لعوامل الطبيعة من أمطار، من رياح، من أشعة الشمس، وهذه كلها تحيل أي تغير ظاهر الأمر الذي يتعرض لهذه العوامل الطبيعية. ومن هنا كان من الأحكام الشرعية في بعض المذاهب الإسلامية كمذهب أبي حنيفة أن الاستحالة مطهرة، فيعنون بالاستحالة تحول حقيقة شيء ما إلى حقيقة أخرى، وقد يكون ذلك الشيء في أصله نجسا فبسبب الاستحالة يصبح طاهرا، كالجيفة مثلا فهي بسبب تعرضها لتلك العوامل شمس رياح أمطار تتملح، هي أصلها جيفة ميتة محررة نجسة، وإذا بها مع عوامل الطبيعة تتغير حقيقتها وتصبح ملحا تأكله كما تأكل الملح الطبيعي أو الصناعي ويصبح حلالا ويصبح طاهرا. هذا هو استحالة أو تحول الشيء من عين إلى عين أخرى. فإذا كانت العين في الأصل نجسة ثم تغيرت حقيقتها وأصبحت حقيقة أخرى، هذه الحقيقة الأخرى ينظر إليها على واقعها لا على ما كانت عليه في أصلها. هذه الأرض الظاهرة من المخورة ليس فيها نجاسة ظاهرة، النجاسة قد تكون في الأسفل. لذلك فما يقال من أن علة النهي عن الصلاة في المخورة هو النجاسة هذا كلام ليس صحيحا شرعا. علة النهي عن الصلاة في المقبرة كعلة النهي عن الصلاة إلى القبر نفسه، فالقبر بعيد عنك وأنت تصلي إليه فهذا حرام ولا تصح الصلاة، لا لأن الذي تستقبله نجس، لا، وإنما لأنك تعظم صلاتك غير الله عز وجل. كذلك النهي عن الصلاة في المقبرة ليس لأن المقبرة نجسة، وإنما لأنه في ذلك تشبها بأصحاب القبور. رأس القول ثبت أمر رسول عليه السلام من كان يمشي بنعليه في المقبرة فأمره بأن يخلع، فأخذنا من ذلك أن الآداب التي يجب على المسلمين أن يراعوها حق رعايتها أن لا يمشوا في نعالهم في مقابر المسلمين. هذا من أدب المسلمين مع موتاهم بعد دفنهم.